مواصله للجهود الراميه لمحاربه الجريمه المنظمه بشتى انواعها تمكنت الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بولاد عمار من تفكيك شبكه اجراميه تختص في تهريب ونقل المخدرات حيث مكنت هذه العمليه من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنه وحجز كميه من المخدرات قدرت ب 3.960 كيلوغرام مع حجز المركبه المستعمله في الجريمه بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه سيتم تقديم الشخص الموقوف امام النيابه المختصه اقليميا وحدات الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بباريكا تواصل جهودها في محاربه الجريمه بشتى أنواعها. كما عالجت عده قضايا مماثله في هذا الشان